السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يتوقف الحديث عن العلاقة بين الدين والدولة، بل إن هناك من يتساءل إذا ما كان من الضروري أن تكون هناك علاقة أصلاً بين الدين والدولة. في سياق هذا الحديث الذي نشط على المنابر الفكرية في السنين الأخيرة، ربما يكون ضرورياً وحاسماً الإجابة عن السؤال: هل حوت الشريعة الإسلامية نظرية سياسية متكاملة؟ هذا السؤال تكتسب الإجابة عنه أهمية كبيرة في ظل نشاط فكري ملحوظ يحاول إثبات أن الإسلام لم يشهد قيام دولة يسود فيها القانون، بقدر ما شهد منظومة حكم المرجع فيها للأحكام الشرعية التي جوهرها أخلاقي وليس قانونياً. هذه الفكرة يدندن حولها كثير من الكتاب الغربيين وكذلك العلمانيين العرب إلى جانب كتاب إسلاميين. فهل حوى الإسلام نظرية سياسية متكاملة تنظر لقيام الدولة، أم هو مجرد قواعد أخلاقية؟ علاقة الإسلام بالدولة هو موضوع حلقة اليوم من برنامج مقاصد، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء للحديث عن هذا الموضوع. معي عبر سكايب الدكتور غازي التوبة الكاتب الإسلامي. دعوني وإياكم نرحب بكاتبنا. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بكم دكتور. هناك حديث شائك وطويل لم يحسم حتى الآن بشأن العلاقة بين الدين والدولة، مطلق الدين، لكن هنا السؤال مخصوص بالإسلام: هل من الضروري أن يكون هناك، أو دعني أبدأ معك مطلقا، هل من الضروري أن يكون هناك علاقة أصلا بين الدين والدولة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بارك الله فيك دكتور جهاد. شكرا على منحي وسام ودكتورة الفخرية دكتور، لكني لم أحصل على شهادة دكتورة بعد. شكرا جزيلا لك، تفضل. طيب بارك الله فيك. سؤال تفضلت به، نعم هناك علاقة وطيدة بين الدين والدولة في الإسلام، لأنه من عظمة هذا الإسلام أنه يعني أقام مجتمعا وأقام أمة وأقام فردا وأقام دولة أيضا حتى تستقيم الحياة أو تستقيم أمور البشرية. وأيضا جميع الأنبياء الذين جاءوا قبل محمد عليه الصلاة والسلام تعبدهم أيضا الله بأمور تتعلق بالدولة. فأنا أعتقد العلاقة بين الدين والدولة يعني أمر طبيعي ومما اقتضاه الدين واقتضته الشريعة، ويعني قام به الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي هذا الأمر مستمرا ما يقرب من 1200 سنة. نعم، هذا يعني بالنسبة للأمر الأول، لأنه من الطبيعي من أن الله سبحانه وتعالى يعني حريص على عباده، حريص على البشر، على الناس الذين خلقهم، فبالتالي أرسل لهم الأنبياء وأرسل معهم الشرائع وأرسل معهم الأحكام التي تجعلهم يسعدون في الدنيا وفي الآخرة، لأن الدولة الحقيقة وسيلة من وسائل إسعاد البشر وإقامة العدل وإقامة الحق في الأرض. فأنا بعتقد علاقة الإسلام بالدولة علاقة طبيعية، وأي كلام في أنه ليست هناك دولة في الإسلام هذا كلام يعني غير علمي وغير موضوعي ويعني غير سليم، ولا أريد أن أقول أنه افتئات على الإسلام
وعلى التاريخ الإسلامي بكليته. لكن دكتور غازي، أنت قلت بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ومعهم الشرائع إلى البشرية، هل يلزم من ذلك أن الأنبياء ينبغي أن يقيموا الدولة؟ الشرائع تعني لتعبد الله سبحانه وتعالى، لكي يقيم فرائض العبادة ولتوحيد الله ولمعرفته ومعرفة طريقة الوصول إلى مرضاته وطاعته، لا يلزم من ذلك بالضرورة إقامة الدولة، والدولة شيء مختلف عن العبادة وعن التعبد. ما تفضلت به حقيقة، يعني أعتقد أن الشرائع ليس المقصود منها فقط يعني جعل الناس يعرفون ربهم، ليس من شك بأن يعني أمر أساسي جاء من أجله الأنبياء، وهو تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، صفاته، كيف يتصلون به، كيف يدعونه سبحانه وتعالى، يعني هذا أمر رئيسي ما في شك. لكن أيضا الدنيا وإقامة العدل، وإقامة العدل الاقتصادي، إقامة العدل الاجتماعي، بنفس الوقت تحقيق المساواة بين الناس، تحقيق الإخاء بين الناس، تعارف الأعراق، تعارف الأجناس، كل هذه من الأمور التي يعني قامت بها الدولة. لم يأتي الأنبياء فقط ليعرفوا الناس بربهم ويدعونهم إلى عبادته، لكن هناك مثلا ربنا خاطب داود عليه السلام فقال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. نعم، فبالتالي طلب منه سبحانه وتعالى أن يقضي بين الناس وأن يحكم بين الناس. كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذا ربنا أرسل أنبياء وأرسل رسل، وهؤلاء الرسل والأنبياء جميعهم أنزل معهم معجزات، أنزل معهم بينات، لكن أيضا أنزل معهم كتاب وأنزل الميزان. الميزان هو جملة الأمور العقلية والشرعية والموازين التي يحتاجها البشر من أجل إقامة الحياة إقامة سليمة، ليس فقط العبادة، وليس معرفة الرب سبحانه وتعالى، وليس عبادة الله سبحانه وتعالى، إنما أيضا كل ما يتعلق بالموازين التي يعني موجودة في الحياة، يعني ما يحتاج الناس في طعامهم، شرابهم، ما يتعلق بمثلا تعاملاتهم، ما يتعلق ب يعني أخذهم وعطائهم، كل هذه الأمور أنزل فيها موازين ربنا سبحانه وتعالى، بناء النفس، بناء العقل، بناء المجتمع، كل هذه الأمور أنزل فيها موازين لكي تستقيم الحياة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض يعني كأبدع ما يمكن وأحسن ما يمكن، لا يمكن أن يترك العلاقة بين البشر يعني لتكون ضمن تجاربهم الخاطئة أو ضمن، لا، بالعكس يريدهم أن يعيشوا يعني أسلم حياة. لذلك كما عرفهم بذاته سبحانه وتعالى أرسل لهم مختلف الموازين التي تجعل حياتهم يعني قويمة وسليمة وسعيدة وفاعلة وحية وممتلئة حقيقة. فأنا بعتقد أنه يعني هذه إحدى يعني أهداف مجيء الرسل عدا عن محمد عليه الصلاة والسلام. إحنا نعرف أنه عشرات الآيات نزلت تبين لنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول يعني هذا دكتور غازي معذرة، هذا ما كنت أريد أن أصل في الحديث معك إليه، يعني ما هي النصوص التي دلت على قيام الدولة في الإسلام؟ يعني هل أنتجت النصوص الشرعية في الإسلام نظرية سياسية متكاملة الأركان للتنظير لقيام دولة؟ نعم، مؤكد أن الإسلام يعني طرح قضية
الدولة، ولدي وهناك أصول متعددة أقام عليها نظرته ونظريته في الدولة، وليس من شك بأنه عشرات الآيات هناك تتحدث عن هذا الموضوع. ربنا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقسم في هذه الآيات أنه يعني لا يعني يعتبر هناك إيمان إلا إذا يعني سلم يعني أمره لشريعة الله ولدين الله. وهناك كل شيء في الكون حقيقة خاضع لأمر الله: القمر، الشمس، القمر، الشجرة، النهر، المحيط. كيف لا يكون المجتمع أيضا خاضع ل يعني تعليمات الله ولأوامر الله؟ هذا هدف رئيسي جاء من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم، أجل الأنبياء. يعني كل ما في الكون خاضع لأمر الله، لماذا لا تكون المجتمعات أيضا خاضعة لأمر الله؟ ليس بقصد حاشا لله أن يكون يعني يريد فقط أن يعني يحكم، لا، هو حاكم بالأصل سبحانه، ولكن يريد الناس أن تكون في سعادة، في حضور، في مثل أمن، في أمان في الدنيا، وأيضا حتى يفوزوا بالآخرة. لم يأتي الأنبياء فقط لجعل الناس يفوزون في الآخرة، هذا هدف رئيسي ليس من شك جاء من أجل الأنبياء، لكن وجاء من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، هو جعل الناس يفوزون بالجنة، يفوزون برضوان الله، يفوزون بمثل ما قلنا أن يكونوا في جنان الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء الأنبياء من قبله لكي يجعلوا الناس سعداء في دنياهم، بحيث يكونوا في بناء نفسي متوازن، في سعادة، في أيضا العلاقات بين بعضهم قويمة. نعم، لكن دكتور غازي، دكتور غازي، ما تتفضل به على أهميته، لكن هذا قد يقول قائل إنه يندرج في إطار العلاقة بين الأفراد ضمن الحلال والحرام، وهي نصوص كفلة تنظيم هذه العلاقة. لكن ثمة من يتحدث عن الخطوط العامة التي تقوم عليها الدولة في الإسلام من منظور نظري، بمعنى يعني إلى جانب مثلا قضية العدل والشورى وفرض الطاعة مثلا، وهذه الخطوط عامة، لكن ثمة من يقول بأن هذه الخطوط ليست كافية لتأسيس نظرية لقيام الدولة في الإسلام. كيف يمكن أن يرد على هذا الكلام؟ ليس الموضوع كما يعني تفضلت فقط هناك الشورى وهناك العدل وهناك الطاعة. هناك يعني أولا الإسلام حريص على يعني بناء مجتمع يكون طاهر وعفيف، وبنفس الوقت يعني هناك مثل ما قلنا الحدود، هناك مثل ما قلنا العلاقات الدولية، هناك السفراء، هناك تجيش الجيوش. الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن علاقته يعني الإسلام لم يتحدث فقط عن الطاعة والشورى، إنما عشرات الأمور نزلت في القرآن الكريم تتحدث عن يعني مثل ما قلنا تجيش الجيوش، العلاقات الدولية، الأسرى، الحرب، أيضا التعليم. يعني هناك عشرات الأمور كلها تحتاج إلى دولة، وهناك نظرية متكاملة تتعلق بالموضوع تقوم بالدرجة الأولى على العدل. يعني الإسلام مثل ما قلنا يعني الآية ذكرتها قبل قليل والتي تقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط هو العدل، العدل في كل مجال. النظرية العنوان الرئيسي الذي تقوم عليه نظرية الإسلام السياسية والتي تجعله يختلف مع النظريات الأخرى في الغرب وفي غير الغرب الحقيقة هي العدل. الإسلام يريد أن يقيم العدل، العدل الإنسان مع ربه، عدل الإنسان مع الإنسان الآخر، عدل الإنسان مع الكون، عدل الإنسان مع الأعراق الأخرى ومثل ما قلنا الأجناس الأخرى. حقيقة يعني هذا عنوان رئيسي
يقوم عليه الدين ويقوم عليه الإسلام، بالإضافة إلى جزئيات متعددة يمكن أن نتعرض لها الآن بعد قليل في سياق الحديث ما يتعلق في نظرية الإسلام بالنسبة للسياسة. نعم دكتور غازي، أنت تحدثت عن الأطر العامة للدولة أو للنظرية السياسية التي قدمها الإسلام لقيام الدولة، لكن ما مفهوم هذه الدولة في الإسلام من خلال النصوص أولا، ومن خلال التطبيق العملي والتمثلات العملية على أرض الواقع خلال القرون المنصرمة؟ أعتقد أن الدولة في الإسلام يعني تتجه أو تريد أن تحقق ثلاثة أمور، ثلاثة تناول رئيسية. الأول هو بناء الفرد بناء عقليا ونفسيا صحيحا وسليما. الشيء الثاني بناء الدنيا، بناء الدنيا وإعمارها. إذا إعمار الفرد أولا، قلب الفرد، عقل الفرد بحقائق وليس بأوهام. لأنه أنا أعتقد أنه يعني كثير من الأمور يمكن أن تفسد عقل الفرد، عقل الإنسان وقلب الإنسان. الاستبداد، الطغيان، أحيانا أوهام تتعلق بالكون، بخرافات إلى آخره ما يتعلق. هذا الإسلام جاء لبناء شيء متكامل رائع، بحيث الإنسان أيضا مبني على علم وعلى موضوعية. إذن بناء الإنسان هذا أولا، بناء قلبه وعقله والحرص على جسده. ربما أول نظرية قامت في الكون أعتقد كل الأديان السابقة تعتبر أنه لسعادة الإنسان عليه أن يقتل جسده، حتى أن يقتل جسده حتى يسعد. لا، الإسلام اعتبر الحفاظ على الجسد والشهوات والطعام والشراب الاستمتاع بكل طيبات الدنيا. هذا بالعكس يؤدي، بالعكس هذا بادي، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ان في وضع احدكم صدقه، قالوا اياتي احدنا يا رسول الله شهوته ويكون له في اجر؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام اليس عليه يوسف؟ قالوا بلى يا رسول الله. اذا حقيقه لاول مره نظريه تقوم في الكون على ان الجسد قيمي ويجب ان يحافظ على هذا الجسد، وكل ما يتعلق بالجسد من شهوات والاستمتاع بهذه الشهوات وهذه الطيبات بشرط ان تتجه الى تكون عبادية. هذا جانب مثل ما قلنا، اضافه الى يعني ملء العقل بالحقائق وليس بالاوهام والخرافات عن الكون، ويعني التي يمكن ان تجعل الانسان مضطربا وقلقا وخائفا. هذا جانب. الجانب الاخر اعمار الدنيا. حقيقه يعني اعمار الدنيا هدف رئيسي من اهداف النظريه السياسيه الاسلاميه، لانه الدنيا يعني تجد في الاديان تقريبا السابقه سواء الهندوسيه او النصرانيه او حتى عند البوذيه او اليهوديه، تجد انه هناك يعني توجه الى مال الدنيا وانك يجب ان تتجه الى الاخره. لا، هذا كلام غير صحيح في نظر الاسلام. بالعكس، اعمار الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رائع الذي يقول فيه اذا قامت الساعه وبيد احدكم فسيله فليقصها فان له بها اجر. نعم، هذا الامر الثالث الذي تقوم عليه نظريات الاسلام السياسيه، اللي هو ايضا اعمار الاخره، التوجه الى الاخره. نحن يعني كما امر الله سبحانه وتعالى ولا تبت نصيبك من الدنيا. فاذا يعني هذه الاصر الثلاثه او هذه التوجهات الرئيسيه الثلاثه تقوم عليها النظريه السياسيه، اللي هي اعمار قلب الفرد وعقله، اعمار الدنيا، الامر الثالث هو اعمار الاخره. ويكون هذا ايضا من خلال اقامه علاقات بين الاجناس والاعراق. يا ايها الناس انا خلقناكم شعوبا وقبائل وانا خلقناكم من ذكر وانثى. يعني دكتور، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. دكتور غازي، لا ادري مدى
معذرة، يعني أنا فهمت من كلامك أن فلسفة الحكم في الإسلام تقوم على مبدأي مزاوجة المادي بالغيبي من خلال عملية مزج جوهرها هو الإنسان، بناء الإنسان. هل أنا فهمت هذا الكلام بشكل دقيق؟ أرجو أن تصحح لي. نعم، إذا انقطع الصوت قليلا. نعم نعم، لا بأس. أنا فهمت من كلامك دكتور غازي بأن فلسفة الحكم أو النظرية السياسية في الإسلام تقوم على ثلاثة محاور، وخلاصة هذه المحاور هي مزج الغيبي بالمادي من خلال الإنسان وبناء هذا الإنسان فكريا عقليا جسديا نفسيا. إذا ما فهمت أنا هذا الأمر بشكل دقيق، وأرجو أن تصحح لي في إجابتك، لكن ثمة من يقول إن الإسلام على مدى 14 قرنا لم يقم دولة بالمعنى الحقيقي للدولة، وإنما أقام سلطة حكم قائمة على منظومة أخلاقية لا على القانون. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق وصحيح؟ نعم، قد جوابا على الجزء الأول في السؤال الذي تفضلت به، وهو مزج الغيب الدنيوي، هذا عنوان عريض بالنسبة للإسلام، لأن الإسلام يعني يؤصل أن هناك آخرة، أن هناك جنة، أن هناك نارا، أن هناك ملائكة. إذن هذا جانب أصيل في النظام الإسلامي أو الكيان الإسلامي، هذا شيء. والدنيا أيضا، لكن الفرق بين الإسلام والآخرين أن الدنيا، أن الإسلام أعطى الدنيا بحيث الذي لم تعطيه إياه الأديان الأخرى أو الشرائع الأخرى، هذا جانب. بالنسبة للأمر الآخر الذي يعني تفضلت به، أن المستشرقين وكثير من العلمانيين يقولون بأن في الإسلام لم تقم دولة على أساس قانوني، وإنما قامت على أساس أخلاقي، بمعنى الحلال والحرام وتقوى الله ومخافة الله، وليس القانون. لا يا أخي، هذا غير صحيح يا أخي، هذا الكلام غير صحيح. ويدل على ذلك، يدل على ذلك المنظومة الفقهية الطويلة العريضة لدينا. الحقيقة المنظومة الفقهية تقابل القانون عند الآخرين. المنظومة الفقهية لم تترك شيء تعقد على كتف، سواء تجارة، بيع، شراء، مثل ما قلنا الفراء. يعني حقيقة المنظومة الفقهية لم تترك إلا أيضا السياسة، أيضا السياسة تجد عنا مئات الكتب التي تحدثت عن السياسة الشرعية والأحكام السلطانية. فكل هذا نظف يعني جانب الدولة وجانب ما يتعلق بعلاقة الناس، ترتيب أمور الناس. فأعتقد هذا الكلام يعني فيه يعني عدم انصاف للإسلام وللتاريخ الإسلامي وللوقائع الإسلامية وللفقه الإسلامي ولكتابة التماسيات الشرعية ولكتابات الأحكام السلطانية. فيه ظلم كبير لكل هذه العناوين التي يعني ذكرتها وتحدثت عنها. نعم، هناك حديث كثير، وأنت منهم من كتب عن الدولة الإسلامية. نريد أن نبحث مفهوم الدولة الإسلامية ومدى انسجامها مع الدولة الحديثة، ولكن بعد الفاصل دكتور، فأرجو البقاء معنا. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن علاقة الإسلام بالدولة، ودائما الحديث مع الدكتور غازي التوبة الكاتب الإسلامي. أجدد الترحيب بكم دكتور غازي. إلى أي حد يمكن القول إن الإسلام بما فيه من نصوص وقيم أخلاقية وتعاملات متصالح مع الدولة الحديثة، بمفهوم الدولة الحديث، إلى أي مدى متصالح معها وقادر على استيعابها؟
نعم، الإسلام الحقيقة يعني يلتقي مع الدولة الحديثة في جملة عناصر. أبرز هذه العناصر أن يعني حتى تكون لك دولة يجب أن تتوفر فيها ثلاثة عناصر، اللي هو العنصر الأول اللي هو الأرض، الشيء الثاني الشعب، الشيء الثالث السيادة أو القيادة. والحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما انتقل من مكة إلى المدينة حقق هذه الأمور الثلاثة في المدينة عليه الصلاة والسلام. فكان هناك رعية حتى لم تكن من المسلمين فقط، المسلمين كانوا قلة. الأرقام تقول بأن المسلمين الذين كانوا في المدينة عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانوا 1500 مسلم فقط. اليهود 4000 يهودي من مختلف القبائل، المشركين كانوا 4500. يعني المسلمين كانوا تقريبا 1500، نعم 1500 فقط. هذه الأرقام تقول بهذه الصورة، مع أن الآخرين كانوا بحدود 9000 شخص، يعني المشركون واليهود. لكن القيادة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت الأحكام أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام، كان هو الذي يحكم ويفصل بين الناس. وكان حسب ما تقول صحيفة المديني أنه كان لا يدخل أحد إلى المديني ولا يخرج إلا بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب أن يأخذ إذنا في الدخول حتى من الفئات الأخرى، سواء اليهود أو المشركين، كان يجب أن تستأذنوا ويأخذوا إذنا من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذا تلتقي الدولة الإسلامية يعني في استكمالها، وهذا بقي على مدار التاريخ موجود. بقيت هناك دولة مثل ما قلنا، في عندنا شعب، في عندنا أرض، وفي عندنا أيضا مثل ما قلنا سيادي، وفي أحكام شرعية. لكن أنا أحب أن أبرز نقطة هنا في هذا المجال، وأنه كثير من الناس يخطئون، يظنون أنه الدولة، صحيح الدولة لها أهميتها عندنا وركن من أركان الكيان الإسلامي، لكن هناك الأمة. يعني أنا بعتقد دائما سقطت كثير من الدول على مدار التاريخ، عشرات الدول قاموا، الطاهريين، السلجوقيين، البويهيين، الأدارسة، الموحدين. يعني دكتور غازي تفضل. تفضل. حقيقة يعني قامت عشرات وسقط، قامت عشرات دول وسقطت، بل مئات الدول بل آلاف الدول، لكن بقيت الأمة واحدة من طنجة إلى جاكرتا حقيقة. وهذه الحقيقة التي يعني هي اللي لذلك الإسلام عظمته، لأنه كان يعطي مركز، يعني الأمة لها دور أكبر من الدولة. يعني الحقيقة الأمة الأوقاف فيها، يعني سنأتي عن الحديث عن الأمة، يعني سنتحدث لاحقا عن الأمة، هذا مفهوم له حديث في الحلقة. لكن قبل ذلك، يعني أنت كتبت عن الدولة الإسلامية ومعوقات قيامها أو ظهورها. السؤال هو عن الدولة الإسلامية، ما مفهوم الدولة الإسلامية وما علاقتها بالدولة الحديثة من المنظور الإسلامي؟ الدولة الحديثة دكتورة، يعني عندما نتحدث عن السيادة الشعبية، عن الرقابة على الحاكم، عن حرية التظاهر والتعبير، عن حرية الاختيار، عن الحرية الشخصية، كذلك نتحدث عن التعددية، هذه كلها قيم في الدولة الحديثة. ما مدى ملائمة الدولة الإسلامية بالمنظور الذي كتبت عنه أنت وغيرك مع هذه الدولة وهذه القيم الحديثة؟ أنا كنت أقبل، لكنك يعني لم تعطني الفرصة. حقيقة الدولة الإسلامية تلتقي مع الدولة الحديثة في كل المعاني التي ذكرتها، يعني بمعنى محاسبة الحاكم. هناك أصلا لدينا من مبدأ من أين لك هذا، وقد قام به الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل جالبي الضرائب منهم فيحاسبهم على كل ما يأتون به. أيضا الرسول أيضا عمر بن الخطاب كان يحاسب ولاته، فتقريبا كل من أين لك هذا. فكان عندما يرسل الوالي يحسب أمواله ثم يحاسبه عندما يترك الولاية، فكل ما زاد كان يأخذه منه رضي الله عنه. فإذا حقيقة كل هذه المعاني بعد حرية الرأي،
كان الصحابي يناقشون الخليفة في كل تصرفاته. بعدين أيضا هناك كان مجلس الرأي، يعني عندما سواد العراق عندما فتحه المفسدون، وكان هناك رأيان مطروحة في أوساط المسلمين. رأي يرى أنه يجب أن يوزع هذا السواد لأنه أخذ عنوة، ورأي آخر يقول أنه يجب أن يبقى. فحقيقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عقد مجلس شورى، كان لديه مجلس شورى رضي الله عنه جميعا، وناقش يعني هذان الأمران، فكان خلال طرف الآخر رضي الله عنه. فيعني بقي الصحابة يتناقشون حول موضوع السواد العراق، هل نوزعه أم نبقيه عند أصحابه عند أهله ونأخذ منهم خراجا. والحقيقة كان جهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استنادا إلى الآيات القرآنية التي وردت في الحشر لفقراء الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يسألون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحقيقة عمر الخطاب كان يقول طيب هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار، ثم يقول الآية اللي بعده والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا عمر الخطاب كان يقول أين نصيب هؤلاء والذين جاءوا بعدهم، كان يريد أن يحفظ نصيب هؤلاء من سواد العراق، لأنه إذا وزع على الصحابي معناه انتهى كل واحد أخذ. فالحقيقة في النهاية انتصر رأي عمر الخطاب بعد نقاش طويل مع الصحابة. إذا أنا أعتقد كل المعاني اللي تفضلت فيها يعني كانت متحققة في التاريخ الإسلامي إلى حد ما، مع تفاوت في حجم التطبيق، يعني من أين لك هذا، حرية الرأي، التشاور، كل هذه عناوين كانت موجودة في تاريخنا الإسلامي. في هذا السياق الدولة الإسلامية في هذا السياق دكتور غازي، هل هي دولة قطرية أم دولة واسعة تمتد إلى كامل حدود المسلمين؟ لا بس أريد أن أكمل فكرة. تفضل. حقيقة فرق بين الدول الإسلامية والدولة المدنية أو المعاصرة، في فروق رئيسية بين فرق أول، وأن هذه الدول تقوم على نسبة الحقيقة، ليس هناك حق، يعني هناك ليس هناك ثوابت، يعني تقوم على نسبة الحقيقة. هذا فرق. إحنا صح لدينا بعض الأمور المتغيرة، ممكن كثير من الأمور، لكن في هناك أمور ثابتة، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالطلاق، بالزواج، ما يتعلق بالزكاة، ثابت. لكن في أمور متغيرة، هناك المجتمع الدولي الحديثي تقوم على تثبيت الحقيقة، ليس هناك شيء ثابت نهائيا، كله قابل. الآن كما ترى قضية المثليين، قضية إلى آخره من الأمور التي يعني غير مقبولة لا عقلا ولا يعني فطرة. هذا جانب. نقطة أخرى، فرق بين الدولة الإسلامية وبين الدولة المعاصرة، هي أنها يعني تتنكر في الآخرة، تتنكر لما يتعلق، تجعل شهوات هي الأصل، اللذة والأمر الثاني، يعني فقط الدنيا بالنسبة لها كل شيء، وتتنكر الأغراض في الثاني. الشيء الثالث يتعارض الأخلاق مع المصلحة، يعني يجب أن يكون كل عمل براغماتي وراء في مصلحة في لذة، والأمر طبيعي وجيد أن تكون هناك في مصلحة وراء، لكن إذا تعارضت المصلحة مع الأخلاق نحن نقدم الأخلاق على المصلحة. لكن الدولة الحديثة تقدم المصلحة على الأخلاق حقيقة.
أنا بعتقد هذه بعض أمور فرق رئيسي بين الدولة الإسلامية والدول الحديثة. نعم نعم. ما قلنا ثلاث أمور. نعم دكتور غازي، يعني معذرة، يعني ينبغي أن أذهب إلى فاصل، ولكن قبل ذلك يعني تحدثت عن موضوع الأخلاق وهو جوهر حقيقي في الخلاف ما بين الدولة الإسلامية والدولة الحديثة، لكن هل أرجو أن تجيبني إذا كانت الدولة الإسلامية هي دولة قطرية أم دولة أممية، بمعنى أنها تصل إلى حيث يوجد المسلمون، تضم المسلمين في العالم جميعا؟ لا، هو حقيقة بالنسبة لسؤالك ليس، بس أحب أن أركز الفكرة السابقة التي تحدثت عن الفرق بين الدولة الإسلامية والدولة المعاصرة، ليست فقط قضية الأخلاق، لا، في مثل ما قلنا أمور أساسية اللي هي ما يتعلق بنسبية الحقيقة، ما يتعلق بقضية الانتباه الآخرة. نعم، يعني بعدين مثل ما قلنا تقديم المصلحة على الأخلاق، هذا شيء. أما بالنسبة لسؤالك حول القطري، لا، الدولة الإسلامية دولة تحترم كل الأجناس، بالعكس، يعني ربما لأول مرة في التاريخ هناك يعني قامت دولة على احترام الأجناس والأعراق، وربما لعبت الأجناس الأخرى والأعراق الأخرى دورا أكثر من مؤسسي الدولة. نحن يعني المعروف أنه الخلافة العثمانية استمرت 400 سنة في من 1916 ل 1924. نعم، لكن ليس هذا هو الجواب عن السؤال دكتور غازي، ليس هذا هو الجواب. يعني أنا أقصد أن الدولة الإسلامية التي يتحدث عنها كثير من المفكرين الإسلاميين، هل هي دولة تعترف بالإطار القطري بالحدود الوطنية الحالية، أم أنها ينبغي أن تسع جميع المسلمين حتى ولو كان هناك غير مسلمين؟ ليست قطرية حقيقة، الدولة الإسلامية يعني الارتباط بها ارتباط عقيدي، كل إنسان مسلم يحمل يعني دين الإسلام وعقيدة الإسلام هو من هذه الدولة، يكون من هذه الدولة، مثل ما عندك الآن اليهودي، بالنسبة لأي يهودي في الدنيا يعتبر يعني جزء من دولة إسرائيل بكل أسف تأكيد، كذلك بالنسبة إلى دولة ملالي إيران هم يعتبرون كذلك نفس الشيء أنا بعتقد. فلذلك أنا أعتقد أن دولتنا أيضا بالعكس الأعراق والأجناس جزء من تركيبة هذه الدولة، فالدولة الإسلامية نعم. لا تقوم على عرق أو جنس، إنما تقوم على ارتباط في الدين، كل مسلم هو جزء من هذه الدولة وله نعم. حق في هذه الدولة، هذا نعم. اللي يعني ستقوم عليه الدولة الإسلامية نعم. إن قامت في المستقبل القريب. نعم، لكن ما زلنا في الحديث عن الحداث أو الدولة الحديثة، يعني هناك مفاهيم مثل الأمة والوطنية والمساواة، مساواة الإنسان داخل هذه الدولة، هذه مسائل كيف تحررها هذه المصطلحات الدولة الإسلامية الحديثة؟ سنناقش هذا وغيره ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى وأخيرة إلى هذه الحلقة التي نبحث فيها علاقة الدولة أو علاقة الإسلام بالدولة، ودائما الحديث مع دكتور غازي التوبة الكاتب الإسلامي. دكتور غازي، يعني في سياق الحديث عن الدولة الحديثة أو علاقة الدولة الإسلامية بالدولة الحديثة ومدى قدرتها على استيعاب مفاهيم الدولة الحديثة وقيامها، هناك مفاهيم مثل الوطنية الذمية وغير ذلك، مثل الأمة والمساواة، مساواة الإنسان داخل هذه الدولة، كيف تحرر هذه المصطلحات في الدولة الإسلامية الحديثة؟ ليس بشك بأنه هذه المفاهيم
بعضها له يعني أصل في تراثنا الديني والفقهي والشرعي. يعني مثلا الأمة في النطاق في الطرح القومي الحديث هناك نظريتان للأمة، نظرية فرنسية ونظرية الألمانية. النظرية الألمانية تقوم على أن اللغة والتاريخ هي الأصل في الأمة. النظرية الفرنسية تقوم على علم الجغرافيا. الحقيقة الإسلام عكسي، يقول أنه يعني هناك عدة عناصر لإتيان الأمة. العنصر الأول اللغة والتاريخ صحيح، والجغرافيا أيضا، لكن أيضا الدين يعتبره يعني أحد العوامل الرئيسية في بناء الأمة العظيمة اللي امتدت من طنجة إلى جاكرتا. بالنسبة للوطن، الوطن أيضا بالعكس له احترامه عندنا وله تقديره. إذا جيس شبر من أرض المسلمين فالمفروض أنه يعني تخرج، يعني بالعكس له احترامه، على عكس من ينظر بأنه لا المسلمين ما يهتمون بالأرض. لا بالعكس، إحنا يعني الأرض لها تقديرها ودار الإسلام، و يعني بحيث أنه حتى الزوجة تخرج دون زوجها، العبد دون سيده، يعني للدفاع عن الأرض. فبالتالي أنا بعتقد كل هذه المفاهيم إلها يعني إلها صورتها المختلفة لحد ما عن الصورة التي يعني موجودة عند الغرب. لأنه الحقيقة هذه المفاهيم جاءت الغرب في سياق تاريخي معين، ليس بالضرورة أن يكون نفس السياق نحن نمر له، الحرية سياق تاريخي آخر. فلذلك هذه العناوين موجود لدينا، يعني عناوين موجودة، لكن المضمون تبع الذي تقوم عليه مختلف عن المضمون الذي قامت عليه تلك المفاهيم، وهذا أمر طبيعي. لكن مشكلة أنه كثير من يعني من الغرباء أو خلينا نقول من المثقفين المهزومين أمام الحضارة الروسية يريدون أن ينقلوا المفاهيم بحرفيتها دائما. الحقيقة النقل الحرفي هو الذي يجعل هذا الأمر فاشل. يعني الآن الفكر القومي عندنا خلال المئة الماضية كان معاديا للدين، مع أن الفكر القومي عند كثير من الشعوب الأخرى بالعكس كان مصالح مع الدين. يعني كان الفكر القومي خلال المئة الماضية يضطهد الدين والمتدينين ويحاربهم أقصى محاربة، تحس أنه ليسوا يعني يقفون أمام الحضارة والتقدم. مع أنه مثلا أخذنا الهند، أخذنا اليابان، أخذنا إسرائيل، بكل أسف تجد أنه القيادات القومية اللي منها بن غوريون وغيره متصالحين أكبر تصالح. بكل أسف أنا أتأكد، مضطر أن أتأكد بهذا الكلام. حقيقة أنا بعتقد النقل الحرفي للمفاهيم الغربية وإسقاطها على سلكنا وواقعنا هذا، لكن إحنا يعني إلنا جذورنا وإلنا شخصيتنا، يمكن أن يعني مثل ما قلنا نأخذ يعني إلى، لكن ممكن أن نستفيد، ممكن أن نعدل، ممكن أن نزيد، أن ننقص من التجارب الأخرى، بحيث ما يعني تبقى إحنا ديننا له وضعيته الخاصة. نعم نعم، لكن تحدثت عن أن هذه المفاهيم لها تحرير خاص في الفكر الإسلامي. كيف قارب المفكرون الإسلاميون مفاهيم حديثة مثل مفهوم المساواة مثلا، وكيف يمكن أن يتصالح هذا المفهوم مع مفهوم الذمية الذي وجد في التطبيقات العملية للحكم الإسلامي على مدى 14 قرنا؟ يعني أنا أعتقد بالنسبة لهذه الأمور يعني هم كانوا يعني أخذنا الآن مثلا كل الطوائف الأخرى في المسيحيين من يهود، الناس كانوا جزء من هذه الأمة كانوا، لكن أيضا له وضع خاص. يعني الإسلام عندما أعطى أهل الكتاب أحكاما خاصة، النصارى واليهود أعطاهم أحكاما خاصة ما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بالزواج، ما يتعلق بالطعام. حقيقة هاي نقطة هائلة في عظمة الإسلام ومحاولته إيجاد علاقة خاصة مع هؤلاء الناس مع اختلافهم في بعض الأمور الأخرى. فأنا أعتقد يعني فقهنا الإسلامي ويعني علمائنا وقياداتنا السابقة استطاعت أن تجد أسر بكاملها
أسرة ضغط جيش وأسرة يعني في زمن سواء العباسيين أو في زمن في زمن الأيوبيين وغيره، أسر بكاملها كانت في تعاون وفي خدمة الدولة الإسلامية، وكان منهم وزراء، وكان منهم وزراء حقيقة عند صلاح الأيوبي وغيره من رحمه الله. فأنا بعتقد أنه يعني مثل هذه الأمور تنحل بسهولة. إحنا مشكلتنا أنه تضخم الأمور. إحنا الآن مهم أن نضع الإسلام في سياق يعود إلى السيطرة وإلى الحقيقة الفاعل وإلى التأثير وإلى يعني الأمور الإيجابية، وهذه أن تنحل، لأنه الحل في التاريخ السابق كأحسن ما يكون الحل، الناس كانوا في منتهى الرضا عنا وفي منتهى يعني في منتهى الرضا وفي منتهى التفاعل مع الأمة، كانوا من هذه الأمة كل تلك الفرق وكل تلك المجموعات. نعم، يعني قبل أن أختم أريد أن أسألك دكتور، عندما يتحدثون أو يتحدث المفكرون الإسلاميون عن الدولة الإسلامية، هل المقصود بالدولة الإسلامية هي الدولة الدينية؟ هل الدولة الإسلامية هي دولة دينية؟ لا طبعا ليست، لا طبعا ليست الدولة دينية، طبعا ليست دولة دينية. كيف ذلك؟ يعني هي إسلامية يعني ليست دينية، كيف يعني؟ هي مثلا علمانية مثلا؟ لا لا أيضا ليست علمانية الحقيقة. الدولة الإسلامية مهم الأمر الأساسي حتى تكون إسلامية هي أن يكون الشرع الإسلامي ما قال به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو ما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل في يعني جعل الأحكام، إقامة الأحكام، يعني هذا الذي أعطيها. أما القيادة المدنية، لا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعني يحكم باسم، يعني لم يكن يأتيه الغيب، أو لا، هو كان يجتهد ويتناقش مع الآخر، وإن أخطأ قومه وصلح له. فإذا أنا أعتقد يعني من هنا قضية الدولة الإسلامية ليست دولة بمعنى أنها يعني أحكامها قائمة بناء على عقل وفهم واستدراك واستنباط ومحاورة ونقاش. هذه الدولة الإسلامية. هلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أصبح خليفة لم يأتي وحي من السماء إلى المسلمين إن والله اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لا، إنما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، نعم، وتناقشوا، مع أنه كان جسد الرسول عليه الصلاة والسلام مسجى في مكان آخر، مع ذلك قدموا قضية الاختيار إمام للدولة قبل تكفينه عليه الصلاة والسلام ودفنه عليه الصلاة والسلام. مع ذلك مثل ما قلنا يعني الشيء الرئيسي، نعم، اللي أصبح من خلاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة طاعا هو اختيار الناس له ورضا الناس عنه، ويعني مثل ما قلنا أشكرك دكتور وفق الناس عليه رضي الله عنه. فإذا نعم، أبو بكر الصديق لا تصبح خليفة إنما بأمر الناس ورضا الناس وموافقة الناس المحيطين به رضي الله عنهم جميعا. نعم، هذا موضوع. نعم، أشكرك، معذرة أدركنا الوقت، هذا موضوع شائك والحديث فيه يطول ولم نفه حقه في هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور غازي توبة الكاتب الإسلامي، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في رعاية الله.